السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بفضل الله تعالى من الكلام على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في مسألة تحكيم القوانين، وكان في فضل الله الحميد قد ذكر ملخصها، وذكرنا يعني قرأناها من مصدرها الأصلي بأتم من هذا. بعد أن انتهى من نقل مختصر فتوى الشيخ محمد إبراهيم، يقول: هذه النقول السابقة من كلام أهل العلم، والتي تصرح بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية أو يرضى بها أو يحتمها على الناس، لا بد فيها من ملاحظة أن هذا التكفير هو من جهة النوع، أي أن هذا النوع من الكفر هو من الكفر الأكبر. وأما من جهة المعين فالفتوى بأن فلانا بعينه كافر لارتكاب هذا الكفر، فإنما هو لأهل العلم بعد نظرهم في استفاء الشروط وانتفاء الموانع في مسألة التكفير. فمن الشروط مثلا العلم، جهل الناشئ عن عدم البلاء. من شروط التكفير البلوغ، وعكس الصغر المانع من التكفير من التكليف. من شروط التكفير العقل، ومن موانعه الجنون. من شروط التكفير القصد، ومن موانعه الخطأ. ومن شروط التكفير التذكر، ومن موانعه النسيان. ومن شروط التكفير الاختيار، ومن موانعه الإكراه. يبقى كل ذكر يعني الشيء الواحد ممكن تعبر عنه انه شرط وانه مانع بالتعبير السلبي، كما سبق ان ذكرناه في علم الاصول. فيمكن ان يقال ان العلم والبلوغ والعقل والقصد والتذكر والاختيار من شروط التكفير، او يقال ان من موانعه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والصغر والجنون والخطأ والنسيان والإكراه. يقول: فلا يصح التسرع في عدم تكفير في تكفير المعين حتى يستيقن قيام الحجة وانتفاء العذر. وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمرة، بل يمكن أن يحكم على معين بالكفر والردة بعد ثبوت إتيانه للكفر وقيام الحجة وانتفاء الشبهة كما بينا. وقد يكون في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم ينبغي أن يكون من الخلاف السائغ، وأما الحكم العام أي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيه أبدا، فلا ينبغي الاختلاف فيه أبدا لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم عليه، كما سبق بيانه من نقل الإمام ابن كثير رحمه الله. هنا دي قضية في الواقع بنضطر نكررها مع كل مسألة نتكلم فيها في التكفير، لا مع ان ربما لو قرأت كلام للسلف ما تلاقيش الإلحاح على تكرير هذه المسألة لوضوحه. يعني مثلا ما احناش بنلح بعد كل مسألة من مسائل التكفير ان احنا نقول الا المكره، لان احنا لا نكاد نرى اشكال عند الناس في انهم مستصحبين لما تقول من سجد لغير الله فقد كفر، انهم عارفين لو شافوا واحد بيعمل الفعل ده وهو مكره مش هيكفروه بعينه. قضية الفرق بين النوع والعين قضية مجمع عليها بين كل الطوائف تقريبا، بس هم تيجي لما تيجي تقول ان الجاهل معذور يقول لك ليه، تقول له في الشيء الفلاني ده كفر، تقول له ما في فرق بين النوع والعين، يدعي الخلاف فيه مع ان هو لما تيجي تساله عن المكره يقول لك في ان ممكن يبقى الفعل كفر والفعل ليس بكافر اذا كان مكرها. طيب تقول له اذا انت اقريت بمبدا الايه؟ الفرق بين النوع والعين، ما دام هيقول بالايه؟ يقول لك بس الاكراه في دليل من القران، الجهل ما فيهوش دليل. نقول له بس ايه؟ المهم تقر بالمبدا ابتداء، يعني يبقى معنى كلامك لو ثبت دليل في الجهل
هيبقى زيه زي الإكراه، لكن مبدأ إن ممكن يكون الفعل كفر وفاعله ليس بكافر أنت تقر به حيث أقررت بالعذر بالإيه؟ بالإكراه. هذه مسألة بنأكد عليها إن في فرق بين النوع والعين، إن ممكن يكون الشيء من حيث النوع كفر والفعل ليس بكافر كما سيأتي التفصيل في قضية العذر والجهل إن شاء الله تعالى. بمعنى إنك تقول من فعل كذا فقد كفر، من فعل دي بتستصحب إن يكون إنسان عنده جميع الشروط، بس هتكررها كل مرة، بل إن هو عند إجراء الأحكام على المعين بتراجع انطباق هذه الشروط عليه. ودي مسألة غير إنك تقول إنها ليست كفر أصلا أو تقول إنها كفر أصغر. يعني يقول لك دلوقتي طب الشيء المعين الذي يفعل الكفر الأكبر متأولا يبقى هو كده يعمل كفر أصغر؟ لا، هي المسألة في ذاتها كفر إيه؟ أكبر، مش هيختلف حكمها، ولكن هو ممكن تقول إن هو الآن لم يلزمه حكم الكفر نتيجة وجود مانع، وربما لازمه حكم التقصير في طلب العلم، فيبقى هو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، أو لو قيل إن هذا يعني من باب الكفر الأصغر بيبقى من باب المجاز. لكن الحاصل المسألة حكمها ما بيتغيرش، المسألة حكمها من حيث الحكم من حيث النوع هي أنها أكبر، لكن عند إجراءها على المعين إما أنه يلزم الحكم أو لا يلزمه، إما أنه يقع عليه أو نجد هناك مانع من تطبيق هذا الحكم عليه. وهذه قضية لابد من الانتباه إليه. ولذلك احنا بنقول إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه القضية له كلام يعني انتقضوا عليه كثير من إخوانه العلماء المعاصرين، والإشكال إن هو أتباعه أو بعض من ينتسبون إلى الشيخ توسعوا جدا في هذا الكلام حتى جعلوا مخالف بدرجة كبيرة جدا لكلام الشيخ نفسه، كما أشرنا إلى كلامهم قبل هذا، فيأتي مناقشة تفصيلية لهم إن شاء الله تبارك وتعالى. كلام الشيخ محصور في جزئية معينة، وهو الذي ورث الأحكام الوضعية، وإذا كل فيها يعني ذكر خيرا ويقول يعتذر بأن ورث هذه الأحكام وأنه يحتاج إلى وقت للمراجعة. هنا يعني يؤخذ على كلام الشيخ إغفال القسم آخر موجود سواء في الحكام أو في المفكرين اللي هم بيصرحوا بأن لا يذكرون خيرا، كما يقول الشيخ بيذكر دائما لما يجي يستنكر على شباب جماعات التكفير والجهاد وغيرها أو كل من يعني يغلون في مسألة الحاكمة، يقول لهم أنتوا الآن كفرتم حكام المسلمين، لماذا؟ هؤلاء الناس وارثوا قوانين، وإذا ما سئلوا أو دعوا إلى تطبيق الشرع ذكروا خيرا ووعدوا، وهذا هؤلاء غير مستحلين. هنتكلم على قضية الاستحلال، ولكن أولا هذا ليس يعني يعني هذا الواقع، هناك أقسام لم يشملها كلام الشيخ الألباني، إن هناك من الحكام، بلاش من الحكام، من المفكرين، ما دول ممكن يكون أشد كفرا ممن يصرحون بأن الشريعة لا تصلح وغير هذا. طيب أدول فين الحكم عليهم؟ ولذلك حيبقى الكلام هنا قاصر. الأمر الثاني لما نقول دول الفعل نفسه لن يتغير حكمه إن هو كفر أكبر، ممكن نقول إن دول عندهم شبهة إنهم مكرهين، عندهم شبهة إن هم بيقولك أنا الوضع ده مش أنا اللي عملته وعشان أجي أغيره بين يوم وليلة فيحصل كذا وكذا من المفاسد. نحن لا نسلم لهم بأنهم مكرهين، ولكن قد شبهة تصلح لعذر من يعتذر منهم بهذا، إن هو إيه؟ إنه عنده شبهة إنه مكره، أو عنده شبهة إن هو لو جه يطبق هذا القدر من الإسلام إن هو يعني يكون هناك مفاسد عظيمة وقد يستدلون ببعض الوقائع. يبقى لو كان الشيخ اعتبر هذا مانع من موانع تكفير المعين لكان الأمر بقى مقبول، لكن هو كلامه يعني بالذات في هذه الفتوى أو في كلامه على هذه القضية تجد عدم التوضيح، عدم الفصل بين
الحكم والفتوى ولا بين النوع والمعين، بمعنى انه مفروض يقرر ابتداء ان هذا الفعل كفر اكبر، ثم يقول ان من يفعله ويعتذر بانه يفعله مكرها وانه ينوي تغييره، فاما انه يعذره فعلا يقبل كلامه ويعذره، وهذا غير حاصل، لانها يعني هنا مش الاكراه، مش ان في مفاسد عظيمة على الامة بخلاف ما كل واحد بيحسب حسابات لنفسه، ولكن على الاقل نقول ايه، شبهة تمنع من التكفير، شبهة تمنع من. فلو كان كلام الشيخ الالباني كذلك لكان حسم خلاف في امور كثيرة، لكن الاشكال انه جعله وكأنه هو حكم المسألة كده، وكأن المسألة حكمها ان هذا غير مستحل ولا يكفر الا اذا استحل. وطب في قسم تاني مستحيل حتى على قاعدة الشيخ الألباني، مع أننا أيضا لا نسلم بقيد الاستحلال إن هو ده القيد المنضبط السالم من المعارضة كما سأل، ولكن إن سلمنا به طب في هناك أقسام موجودة فعليا. ولذلك كان الشيخ الألباني يعني أفتى في هذه المسألة عدة مرات، كان من أوفاها فتوى سوف نتعرض لها إن شاء الله، لأنها هي التي وثقت ونشرت، كانت فتوى مطولة، حديث مطول مع جريدة المسلمون، ونشر ثم نشر في كتيب، وتعقب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ثم أقر الشيخ الألباني بتعقب العثيمين. نتمسك جدا بهذا الأمر انتصارا للشيخ الألباني رحمه الله، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يعني ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف إن كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من ظلمه. فلما نلاقي كلام لعالم من العلماء يعني ظاهروا أن في مخالفة لإجماع سابق أو لكلام عليه الأدلة، والله إحنا في النهاية لو ملوش غير الكلام ده هنقول كله يؤخذ من قوله ويترك، وهنقول الحق فلان حبيب إلينا والحق أحب إلينا. لو وجدنا له كلام يحتمل أن هو نوفق بين يعني بين هذا الكلام وبين المجمع عليه، يبقى ده اولى، ده يعني لحسن الظن. فاحنا بنتمسك جدا بالفتوى دي بعد هذا التعقب وبعد هذا التذييل. هو الشيخ الالباني كان الكلام ان بيقول الشباب اللي في البلاد الاسلاميه اللي بيقوم، وخد بالك هنا برضه المساله عند الشيخ الالباني، وسبحان الله يعني كل انسان لابد له من ذله، مسألة مركبة جدا، يعني هو بيتكلم على قضية حكم الحاكم بغير ما أنزل الله من حيث النوع ومن حيث التعيين وما يترتب على تعيين المعين بأنه كافر من الخروج عليه وما يترتب على الخروج من مفاسد، والقضية عنده لا تحتمل الانفكاك، معناها منفكة جدا، يعني ممكن نبحث كل مسألة على حدة، وبالتالي ما كانش عشان احنا نمنع اللي بيعملوا حركات بتؤذي المسلمين وتضر بهم، ما كان مش السبيل الوحيد لمنعهم هو ان نهون من شأن تلك القضية العقدية. فالشيخ الألباني قال ان هؤلاء الذين يدندون حول هذه القضية لا يفهمون ان منها ما هو اكبر ومنها ما هو اصغر، وان الاكبر يكون اذا استحل، وان هؤلاء المعاصرون ليسوا مستحلين بدليل انهم اذا سئلوا قالوا كذا، ذكروا خيرا ووعدوا خيرا. وقلنا الكلام الشيخ الالباني هنا اغفل واقع موجود، ان في عدد على الاقل من المفكرين، والمفكرين دول ما هو داخلين معانا في الحكم بنتكلم عليهم برضه، بيصرحوا بان الاسلام لا يصلح، وبالتالي صارت الفتوى هنا ناقصه، وصار ناهيك عن التداخل بين الحكم والفتوى، فقال دول غير مستحلين فليسوا كفار كفر أكبر. ثم بيقول من باب التنزل في المناقشة مع من يقولون بأن هذا كفر أكبر، طبعا ماذا يترتب على هذا؟ يقول الشيخ أنه ماذا يترتب على هذا؟ هل أنتم هل يترتب عليه ثمرة عملية؟ طبعا عندكم اليهود كفار لا يختلف عليهم اثنين، ماذا فعل المسلمون في فلسطين المحكومون باليهود أكثر مما فعل غيرهم من البلاد الإسلامية الأخرى؟ فبيقول إذن المسألة ما احناش محتاجين لبحث هذه المسألة. الشيخ العثيمين
في مسألة قيد الاستحلال تعقب تعقيبين جيدين. التعقيب الأول أنه لا يوافق على اعتبار أن المسألة مقيدة بالاستحلال. الأمر الثاني أنه لو افترضنا وجودها أن هذا القيد معتبر فبيقول فالواقع أن العملي من هؤلاء أنه استحلال حتى لو نظريا خلينا المسألة مدارها على الاستحلال، فتوصيف الواقع الحاصل أنه إيه؟ استحلال. ثم جاء لما الشيخ قال أن الكلام على المعين لا يترتب عليه أحكام في زماننا، ولأن عندنا مثال لمعينين أمرهم واضح وحكمهم واضح ومع ذلك لا يختلف الفتوى في بلادهم عن سائر البلاد، فوافق الشيخ العثيمين جدا على هذه الجزئية. وهذه جزئية مهمة احنا بنأكد عليها ابتداء احنا من حيث لكي نعدل في المسألة بنفصل بين النوع والعين، وبنقول للي خايفين على ما يترتب على توضيح هذه المسألة وتبيينها من مفاسد ومن تسرع بنقول له لا، عندك انت تقدر تفصل بين النوع والعين وتقول ان المعين قد يكون عنده موانع وغير انه عنده موانع. بقى دي مسألة مهمة جدا، وهو اننا لسنا متعبدين شرعا بتكفير المعين الذي لا علاقة بيننا وبينه. معنى بذلك حتى لا يفهم الكلام خطأ، ان المعين اللي انطبقت عليه الشروط انت متدين شرعا انك انت تعتقد ايه كفره، ولكن القضية هل دلوقتي كدعوة نحتاج ان احنا نعمل مثلا كشف بكل الكفار اللي على وجه الارض، فلان ابن فلان كافر وفلان ابن فلان كافر، هذا مما لا تقوم عليه دعوة، ولا يتعبدنا الله تبارك وتعالى بان احنا نبحث عن اعيان الكفار. فهنا القضية قضية منهجية بالذات في مراحل الاستضعاف. كما ذكرنا واحد بيقول لك طيب انت بتقول ان المعين لن يكفر الا عند استفاء الشروط وانتفاء الموانع، طب ابحث لي في فلان او علان او كذا. اقول له مش عايز ابحث، لا لا لن نبحث عن فلان او علان. يقول طب انا بحثت ولقيت الشروط مستوفاه. هو حر، هو بحث في مساله غير مكلف بها، والبحث بها يترتب عليه انواع من المفاسد. يعني ايه غير مكلف؟ ان مساله ان احنا مش مكلفين بان احنا نبحث عن اعيان الناس واحد واحد، ده كافر اصلي ولا مرتد، ده فعل كفر سبق قامت عليه الحجه او لم تقم. ما بيحصلش انك مره هتصلي وراه مثلا، معظمهم ما بيصلوش، ولو صلى مش هيصلي امام، ولو صلى مأموم مش هيصلي معاك، فخلاص ما فيش مشكله، ولا هتجوز بنتك ولا هتتجوز بنته، ولا هتاكل ذبيحته، ولا يعني ما فيش اي مساله يمكن ان هي يعني يترتب عليها انك تقول لازم ابحث عن المعين. هنا فلان قامت الشروط وانتفت الموانع ام لا، ومفسدة عظيمة انك تبحث في قيام الشروط وانتفاء الموانع الى غير هذا. انت بتقول باب سعة انك تقول ان المعين امره الى الله. لو انا لا لا لما يبقى في يوم انت عندك قدرة هيبقى مش هيبقى فيه اسكال اصلا في هذه القضية، وهتقدر. القضية هنا قضية عقيدة تتناقلها الاجيال، ما تفرقش بقى في زمن القوة في زمن الاستضعاف، عقيدة لابد أن يعتقدها المسلم في هذه القضية. فأنت ما تضيعش هذه العقيدة من أجل أنك أنت شهوة أنك تتكلم على أناس معينين، لا يوجد مصلحة أنك تتكلم على ده أو على ده أو على ده. وعندك سعة شرعية موجودة أن في فرق بين النوع والمعين، وان انت يسعك انك لا تبحث خلف هذا المعين. ولذلك من انواع الغلو الموجودة في هذه القضية من يرون العذر بالجهل يعمل في كل قضية الا في هذه القضية، ويمتحنون الناس على تكفير فلان ابن فلان، لازم يتكفر هذا يا اما تبقى انت كده مبتدع، مع انه ما بيعملش كده مع سائر كفار الارض، لان طبعا القضية وراءها ما وراءها بالنسبة لها. لكن احنا نقول كقضية عقضية يهمنا ان نبين اصل القضية وان نبين اصل الاعتقاد، وان هذا جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم ومن اعتقاده استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة، هو استحق ان يتحاكم الى شرعه. فهذه هي القضية التي ينبغي ان نعنى بها.
المعين يعني الأمر فيه يحتاج إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع. الشيخ الألباني مثلا بيجزم أن هؤلاء المعينين معذورين. ده احنا بعد ما نحور كلامه، وإلا كلامه ممكن يكون يعني أوسع من كده شوية كمان، إنه وكأنه نزع في أصل القضية. لكن لما هو قال يعني الكلام ما فصلش بيه من الايه، من الحكم والفتوى. ولما تعقبوا الشيخ العثيمين ان احنا كحكم بنقول ان قيد الاستحلال غير معتبر، وان لو قلنا قيد الاستحلال هؤلاء مستحلون، وان العبرة في النهاية ان احنا فعلا الخطورة في الكلام على المعين وهذا غير لازم شرعا، قال انا لا، يعني الشيخ الألباني علق بانه لا يجد كبير فرق بين كلامه وبين كلام الشيخ العثيمين. فذلك احنا بنعتمد جدا الايه التصريح ده من الشيخ الألباني، ونعتبره كافي في ان احنا نعيد صياغة كلامه كما لو كان كلامه كان عبارة عن فتوى مزج فيها بين الحكم والايه والواقع. اذا اقصى ما ممكن ان احنا نحمل عليه كلام الألباني رحمه الله انه شايف ان دول معذورين، مش ان يقول انا مش هدور. يعني ممكن انت يسعك تقول والله انا بينت الحكم، دي العقيدة اللي انا مكلفا إلها للناس، يعني انا مش هدور على احد الناس. الشيخ الألباني بيقول انه هو بحث المسألة ولقاهم بيقولوا بيذكروا خيرا، وهذا في حد ذاته يعني مانع من موانع التكفير بالنسبة له، ان هم يبقوا شايفين ان هم معذورين وان هم ينوون تغيير هذا الامر الى الاحسن. المسألة تسع القضية، احنا بنفضل الاعراض عن المسألة برمتها. ليه؟ عشان محدش يضطرنا الى بحثها. طب تعالى شوف انا اجيب لك وقائع واجيب لك تصريحات، طب كلام، طب كلام ضد كلام. ومعلوم هنا ان التصريحات بتبقى متناقضة، واحيانا يتقال كلام وبعدين يتقال عكسه، ومسألة لا تعنينا شرعا. اقصى حاجة ان احنا هنقول الشيخ الألباني شايف ان دول مدام بيذكروا خيرا اذا سئلوا، وبيعدوا خيرا، وسوف نرى، سوف ننظر، سوف كذا، وان لو طبقنا يعني بدون تمهيد سيحصل اشكال، ومعهم فتاوى من بعض علماء السوء بان هذا يسع الى غير هذا من القضايا. هنقول احنا نعيد صياغة كلام الشيخ الألباني انه يتكلم على قضية المعين، او ان هذا اللي يفهم بعد اقراره لانتقاد الشيخ العثيمين رحمه الله على كلامه. يبقى هنا قضية مهمة ان يعتبر من الغلو والشطط في المسألة، ان واحد يقول لك لازم تتكلم على المعين، لازم تتكلم على المعين، وبعدين طب وبعدين تجد امور بقى يعني امور من البدع الصريحة بعد كده، لو رتب على ان من لم يكفر الكافر فهو كافر، او رتب انه نسب الناس الى الرضا دون ان يكون منهم فعل، ما عملوش حاجة وينسبهم إلى الرضا فيكفرهم بالعموم كما هي طريقة التكفير والتوقف. وسيأتي أيضا يعني مناقشة سريعة لأفكاره. يبقى هنا احنا يهمنا جدا بيان الحكم دون تفصيل الكلام على المعينين. لو ان بعض العلماء رأى ان المعينين ان هؤلاء المعينين يعني معذورين ما فيش. هنا القضية ان احيانا دي من ضمن الافات العظيمة، ان فكر يتخيل انت طريقة ومنهج يكون مبناه كله على هذه المسألة، على يعني تكفير المعين وما يستتبعه من قضايا. الفكر ده لما يعني نشأ في بعض البلاد ثم انتقل الى بلاد زي مثلا السعودية حصل فيها تطبيق الشريعة، ويعني فيها مخالفات كلها من باب الكفر الأصغر. ليه؟ لأن هي من باب المخالفة في التطبيق أو الامتناع السلبي اللي احنا قلنا عليه عن تعقب المجرمين. يبقى عارف ان المكان ده فيه ربا وما يروحش يمنعه، لكن ما بيطلعش قانون يقول ان الربا مباح، وان ويلزم اللي تعامل مع البنك الفلاني انه لازم يديله الفائدة الربوية وإلا يعاقب بكذا او بكذا. فتجد الفكر ده كده بدأ ما ينفعش، فيضطر ناس يقعدوا يفتشوا ويدوروا عشان يجيب يعني ما يثبت ان هناك تشريع عام في قضية ما بالالزام بالربا او بغيره،
وبعدين يرتب على كده كفر من فعل هذا من حيث النوع ثم كفر المعين عشان السلسلة تكمل. هو المنهج مش هيكمل غير بكده. فهذا من الآفة، يعني هذا خطورة ان الانسان يبني منهجه على يعني امور واقعية وعلى افتراض الأسوأ كمان. لا، القضية ان المنهج يكون مبني على بيان يعني دين الله تبارك وتعالى. وإذا حصلت هنا الإشكال اللي يعني نتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك، إن القضية بعض المناهج اللي بتجعل قضية الحاكمية قضية محورية ومش محورية من حيث الأصل، لا ده لازم يصل إلى درجة تكفير معين وبعدين يرتب عليها طريقة معينة في الدعوة وطريقة معينة في مخاطبة الناس، بل ربما يرتب على ذلك طريقة إجراء أحكام معينة على المحكومين فضلا عن الحكام. انتقل الكلام ده لبلاد التشريع العام فيها موافق للشرع والمخالفات مخالفات في تطبيق واقعي قد يصل الى حد فساد متكرر وشائع ويعتبر اصل موجود ولكن غير مقنن وغير يعني ملزم، ولكن القضية في امتناع عن مطاردته او ملاحقته. فهنا يعني الكلام ان دي من حيث النوع كفر اصغر اصلا، فاضطر اللي عايز يستعير المنهج ده ان يبتدي يتكلم على لا ان في تشريع عام وان في او اسوأ من هذا ان بدأوا يقولك ان المجاهرة تساوي استحلال والاستحلال يساوي كفر، وده كله عشان يوصلوا ان الربا مكفر. اذا كل البلاد زي بعض عشان المنهج مش هنقعد نفصل منهج لكل بلد، وهذا من الخلل العظيم ومن التلاعب بدين الله تبارك وتعالى. فمن هنا نشأ القول بان اما ان هؤلاء عندهم يعني كذا حل عملوا، اما الزعم ان هؤلاء عندهم قوانين ملزمة بالربا على اعتبار انه اكثر يعني معصية منتشرة في هذه البلاد رغم تطبيق الشريعة، وهي معصية موجودة متروكة عن عمد بلا شك، وهذا من الباطل الفاحش والعياذ بالله. ولكن القضية هنا انه ما تجريش عليه قاعدة مش قاعدتي، فده هو ده فعلا اللي كان حاصل في زمان بني أمية، ان هو كان بيتركه في بعض شارب الخمور وبعض من يبيعون آلات اللهو لا يتعقبونهم ولا يطاردونهم مع علمهم بهم لشهوة أو لهوى أو لغير ذلك، وده للعلماء قالوا في الكفر دون كفر. فلما نشأ الكلام بدأوا دول يحاولوا يوصلوا الأمر إلى أنه هو كفر أكبر. إن بلا فريق آخر يدافع، طب هيدافع لغاية فين؟ ما هو يا ريت يقول إن الحاصل ده كفر أصغر وإن الحاصل ده فسق وفجور وفساد. لا، اللي يدافع عايز يقول إن الحاصل ده يعني بينه وبين الخلافة الراشدة شعرة. فهنا بدأ طب هيعمل ازاي؟ قعدوا يهمشوا جدا قضية الحاكمية كنوع من افقاد الطرف الاخر للسلاح الذي في يده. فمن جهة قعدوا يهمشوا قضية الحاكمية وان هي الصور اللي هي شرك اكبر يعني تنحصر في الاستحلال، هي ده منشأ القضية من هنا، ان دول عايزين يسوقوا واقع عما هو عليه. نشأ فريق اخر عايز يرفع الواقع ده عما هو عليه، ده عايز يخلي ان السماح بمعصية دون تشريع عام كفر اكبر. التاني يقولك ما تكلموناش في القضية دي اصلا، القضية اللي انتوا بتتكلموا فيها عشان توصلوا المآرب السياسية او لغير هذا من الامور. صار صراع بين الفريقين في هذه القضية وكلا طرفي قصد الامور ذميمه، فكلا الامرين مذموم. المشكلة ان احنا بنقول الفكر اللي هو اعتمد الحاكمية كاصل ده نشأ في يعني بلاد مصر وغيرها وانتقل الى هذه البلاد، اثار هذا الجدل، راح الجدل ده كله راجع لنا تاني هو والناس برضو عايزة تقول ان ما تكلموناش في قضية الحاكمية وان اللي حاصل ده بين وبين الخلافة الراشدة شعرة، لدرجة ان واحد يقول لك اللهم انصرهم وقربهم من منهج اهل السنة، يبدو ان هم اشاعرة ولا حاجة، ما عرفش ايه القضية يعني فيه. وهذا اتجاه موجود وله يعني اقلام وكتابات، وان هو بيطبق المعركة اللي هناك دي مع انها معركة متطرفة من الناحيتين. التطرف ده بينتقل هنا بيرجع تاني، يقول لك زي مسيوخه هناك
واجهوا شيوخ التوقف والقطبية والسرورية بأن ما تكلموناش في قضية الحاكمية وإنها قضية مش مهمة وإنها لا تصل إلى الكفر الأكبر إلا عند الاستحلال، هو حيطبق برضه في نفس القضية مع وجود القانون الفرنسي أو القانون المستقى من القانون الفرنسي نفس التطبيق، وإن المسألة هي نفس الشعرة هي هي، مع إن شيوخه يعني كان عندهم خطأ كبير في إن هو يصور إن الفرق بين الواقع هناك وبين المطلوب هي الشعرة دي، لا ده الهوى صحيقة جدا بين إنسان بيترك الربا يعني ولا يتعقبه وهو والذي يفعل الربا دون أن يستحله يأذن بحرب من الله ورسوله، يبقى إذن هذا كل إن يقول إن الكلام ما فيش إشكال وأمور بسيطة نحو هذا، هذا خلل فادح وبيعالج الخلل بخلل يعني مثله أو أشد، ما بالك بقى اللي يجي يطبقه على إباحة الزنا وإباحة الخمر وإباحة الربا الصريح وإلزام، ده جامعة الأزهر كان عليها قرض وعليها دين، وده بقى مش دين تجاري، مش هي راحت اقترضت عشان تستثمر، ده كان عليها دين لمصلحة ما وتأخر، فالمصلحة طالبتها أو على شخص على جهة معينة أو على شخص، وهذه الجهة رفعت قضية بتطالب بالدين والفوائد المستحقة عليه. القانون بيقول ان لو ما يكون في حق مدني للشخص ويثبت يطالب بفائدة مخففة لا تتجاوز 4% او 5%، ده الربا الصريح جدا، ان واحد كان له عند واحد دين ومش متفقين على 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 على, على ربا، ده هو دين ولكن ماطل اللي عليه الدين ماطل أو أو غير ذلك، واقتضى الأمر تقاضي ثم حكم بالدين باستحقاق الدائن للدين، ولكن فضلة المماطلة دي يحصل عليها فائدة 4%، فكان الأمر كان جامعة الأزهر كان عليها دين وكان في خصومة بينها وبين الدائن هل يستحق الدين أم لا، فانتهى أن حكم عليها بأن الدائن يستحق الدين، فرفع قضية بيطالب بالفوائد المقررة قانونا، رغم أن العقد الأصلي ما كانش فيه فائدة، ولكن القانون بيقول لك لو ماطل الدائن لو ماطل المدين أو تأخر لسبب أو لآخر يسدده ومعاه فائدة 4%، مفيش أصرح من كده ربا، فالمحامي الأظهر اعترض وقال أن مش معقول يعني أكبر مؤسسة إسلامية تدفع ربا صريح وإن هذا يعني يخل بوضعها الدستوري، فالمحكمة حكمت إن القانون ما فرقش بين مؤسسة إسلامية أو غير إسلامية وأن عليها أن تدفع الربا، مش بقى فوائد بنوك واستثمار وقدر استثماري لا ده الربا الصريح جدا، وقل يعني ألزموا بدفع الربا، فهنا القضية ما يعني هذا التطبيق يعني كيف يتم تطبيق هذا، يعني هذا من الخلل الفادح انه ينقل معركة فكرية من وسط معين، وبنرجع تاني بنقول امر في غاية الاهمية، افك الارتباط بين الحكم والفتوى، ابحث القضية الاول وابحث الواقع وطبق الحكم على الواقع، ما يجيش واحد ينقل لنا فتوى عبارة عن تطبيق حكم على واقع وينقلها على واقع تاني، ناهيك ان يبقى فيها انحراف في الواقع الأصلي وبعدين ينقلها على واقع يزداد الانحراف، يعني يتضاعف الانحراف مرات ثم مرات، فاللي بيقولوا على أن الواقع البلاد اللي بتطبق الشرع التشريع العام عندها إسلامي ولكن التطبيق فيه يعني تمكين وترك لكثير من المعاصي أظهرها الربا، وزاد عليهم طبعا مؤخرا لما جه الامريكان الاماكن المغلقه اللي فيها بقى كل حاجه الخمور والزنا، احنا بنقر بهذا كواقع ولكن يظل التوصيف ان ما دام ما فيش تشريع عام يبقى ده من الشرك الايه الاصغر، طب هذا الكلام ولكن يبقى ان ده من الامر الفاحش ومن محاده الله بالمعاصي ومن يعني الانحراف الفاحش عند الله تبارك وتعالى، ما ينفعش يجي واحد عشان يقول للي خلوا ده كفر اكبر يقول لهم ده امر يعني ما لا يستحق الكلام، او في المقابل يقول لا دول بيطبعوا مصاحف وبيطبعوا مجلات وبينشروا العلم، قد فعلا برضو كواقع
هم لو تيجي من باب الإنفاق على الدعوة في أقطار الأرض قد يكونوا من أكثر الناس إنفاقا على الدعوة، لكن ده لا يغير من الواقع شيئا إن هذا فساد عريض، ترك هذه المنكرات وترك من يدعون إليها. أمنع اللي بيدعو إلى عبادة الأولياء من الكتابة في الصحف والمجلات، وفي نفس الوقت أسيب اللي بيدعو إلى تعظيم الكفار وإلى التشبه بهم. صحيح هناك من أهل العلم من يرد، ولكن الذي بيده سلطة أن يمنع هؤلاء العلمانيين من الكتابة ومن نشر سمومهم على الناس كيف يتوانى عن استخدام هذا؟ لأن القضية ما ينفعش يجي في الآخر ويقول إن التانين دول يعني عايزين يوصلوا المسألة للكفر الأكبر، وهي لا تعد أن يعني حتى تجد الواحد منهم مش عايز يعترف بأن في مخالفة، يقول لك إن أخطأوا فهي أخطاء يعني لا، إنما تنكر عليهم سرا. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن أخطأوا سرا نصحوا سرا، وإن أخطأوا علنا نصحوا علنا. يعني المسألة ما يعد ينصحوا سرا، انصحوا سرا في إيه؟ هو كان بيشرب الخمر في خاصة نفسي مثلا، خلاص انصحوا في خاصة نفس، ما ده مش في الحاكم فقط، ده في كل الناس. ولكن هنا ويتأكد هذا في حق الحاكم. لكن لما يجي كلام منكرات فكرية بتنشر على الناس، أفكار فاسدة بتنشر، بيقول هذا الباطل ينبغي على كل من له قدرة على إيقافه أن يوقفه، ده يبقى هيقول الكلام ده فين؟ يقوله سرا برضو؟ طب ما يبقى يسيب الباطل ينتشر على اللي قال الباطل قاله علنا، والذي يملك أن ينكره يتعبد لله عز وجل بأنه ما ينكروش. ده هذا كلام في غاية التناقض. فإذا كما ذكرنا هي حرب بين طرفين متطرفين، الاثنين متطرفين، والإشكال أن التطرف بقى أكثر وضوحا لما انتقل من هذه البيئة إلى بيئة أخرى، لأن التطرف هناك كان وجود صور فادحة من الشرك الأصغر، فالبعض بدافع الغيرة قال خليها أكبر. لا، ما ينفعش، ما ينفعش بدافع الغيرة تقوم تغير توصيف شيء، لأن الله تعالى يحكم ما يريد. اللي عايزين يخطأوا اللي قالوا خليها أكبر دول خلوها ولا لا شيء، مش إنها أمور فاحشة ومنكرة ويجب إنكارها، ويوم ما يعترف إنها منكرة يقول لك إنكرها سرا. طب أمور منكرات عامة وشائعة تنكر سرا إزاي؟ يعني كيف تنكر سرا؟ في مسألة أخرى، مسألة المصالح والمفاسد، غير مسألة التعبد شرعا بأنك ما تتكلمش. لا، مسألة إن أنت لو غلب على ظنك في منكر ما تقدرش تغيره باليد، طب غيره باللسان، ما تقدرش باللسان، ممكن تسكت، بس يبقى الحسابات شرعية، يبقى أنت بتتعبد إلى الله أنك متى قدرت على الإنكار تنكر، إنما مش المسألة أنك تبقى تقدر على الإنكار وتقول لا ده أنا ديانة أبقى أنصح سرا. والمنكرات تنتشر بين الناس، طب سرا يبقى لا، القضية هنا إن ممكن الكلام ده يسع في المنكرات الشخصية، بالذات لمن ولي أمر الناس، لا نشغل الناس بالكلام على أخطائه الشخصية. وده للأسف أيضا الاتجاه الآخر، لما يلاقيش عشان يعظم الأخطاء العامة يقوم يضيف إليها الأخطاء الشخصية، يقول له فلان هذا شارب للخمر، وفلان هذا يلعب القمار. طب انت اشغل الناس بما ينفعهم، يعني انت لو انه انشغلوا عن الناس بهذا، يعني يبقى الاول شوف ما ينشر على الناس من دعوتهم الى الفساد، ولا سيما ان الكلام على الاشخاص بيجعل الخصومة كأنها شخصية، وبالتالي بيزداد عداء هؤلاء ويزداد تعنتهم، فلابد من يعني ضبط المسألة وحسمها. كما ذكرنا بعد ما كان الكلام في واقع ما بنتكلم على صور فادحة من الشرك الأصغر، ناس خلوها أكبر وناس راحوا مخلينها صفر، الكلام ده ينقل على واقع آخر في صور من الشرك الأكبر، برضو الغلاة دول الأمر عليهم أيسر بقى، هم من الأول كانوا مخلينها أكبر، بس عايزين يلزموك بأنك كل معين تجزم بأنه هو بعينه كافر كفر أكبر، وترتب على هذا الأحكام اللي هم بيرتبوها. في المقابل الآخرين أجرى نفس القاعدة بأن دي مسائل بسيطة جدا لا تستدعي يعني خلافا ولا تستدعي كلام، وإن يمكن النصيحة سرا ويمكن التعبد إلى الله
بان اللي بيطالبك باحترام القانون الفرنسي وبيطالبك باحترام هذا الكفر وهذا الباطل تتعبد الى الله. لما يقول لك لا تنكر هذا ما تنكرش، لو اذن لك تنكر تنكر. هذا كلام في غايه العجب، هذا كلام لا يمكن ان يقوله من عنده ادنى معرفه بدين الله تبارك وتعالى. فالقضيه دي في غايه الاهميه، واعتبر يعني هذه المقدمه في مساله يعني كيف نشا الخلاف بين الفريقين، او طبعا ربما الفريق اللي بيغلو منهم القطبية السرورية او كذا، الفريق اللي في المقابل قد يطلق عليهم احيانا الربيعيين، احيانا يطلق عليهم الالبانيين. وذكرنا ان كلام الشيخ الالباني ليس بهذه الدرجة من الافراط، وليس هذه الدرجة من التفريط عند هؤلاء، ولكن درجة تحتمل التأويل لا سيما مع ما ذكرنا. فهذا يعني الكلام نتممه إن شاء الله في مرة أخرى ببعض النقول من كل من عند كل فريق، ولكن هذا باختصار الرد على كل من هذين الفريقين، لا سيما عندما يطبقون المعركة على بلاد فيها كلام على يعني قوانين مستقاه من القانون الفرنسي او غيرها من القوانين الوضعيه، فيها تشريع عام مصادم لدين الله تبارك وتعالى. يقول فذا تعليق على مساله الفرق بين النوع والعين واثره في هذه القضيه. يقول فان قال قائل فما الواجب علينا شرعا وقد علمنا حرمه التحاكم الى المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي، والمسلمون ملزمون في بلادهم بهذه القوانين قهرا، قلنا الواجب شرعا أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الكتاب والسنة من علمائهم، ولا يسعهم أن يؤخروا هذا الفرض إلى حين التطبيق المزعوم للشريعة. وهؤلاء العلماء المجتهدون وإن لم يكن لهم القوة المادية لإلزام الناس بالأحكام أو لتطبيق كل أحكام الشريعة، أو قد يترتب مفاسد من تنفيذ بعض الأحكام ربما تفوق مصلحة إقامتها، إلا أن قوة الإيمان المسلم تدفعه للقبول بحكم الشرع ولو لم يكن هناك ما يلزمه بالقوة المادية، ومع زيادة الإيمان يزداد بإذن الله من يطبقون هذا ويلتزمون به من أنفسهم. فهنا القضية إن ودي مسألة يعني قل أن تجدها في خطاب الغلاة في قضية التحكيم السريعة، رغم انه يغلو جدا فيها، تقول له طب عملت ايه لتطبيق الشريعه؟ يقول لك اديني بسعى، اديني بنادي، وقد يقول على انه بيدخل المجالس النيابيه وذكرنا، يدخل على حساب تطبيق الشريعه نفسه، ويقدم تنازلات ويبدل الاحكام عشان، تقول له طب ماذا فعلت بما في يدك؟ لا تجد. هل يوجد عند هؤلاء طلبه علم مؤهلين للحكم بين الملتزمين؟ هي ما مش في خصومات بيبقى طرفاها او احد طرفيها على الاقل ملتزم بدين الله؟ طب ده ينصح ان هو يروح يتحاكم الى القانون الوضعي برمته، ام ان هو في وسيله ابتداء بانه يدعى هؤلاء الى تحكيم كتاب الله، وانه يوجد من يحكم بينهم بكتاب الله؟ فهذه قضيه مهمه، لذلك اللي بيتكلموا في قضيه الحاكم انا اقول لهم انتوا بتخالفوها في حاجات كتير. اولا لان قضيه تحكيم الشريعه اشمل من مجرد القوانين، ففين تحكيم الشريعة في الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ فين التزامكم بالسنة في هذه الأمور؟ فين نفيكم للبدع؟ ولا هو تحكيم الشريعة يعنى بالنظام القضائي فقط؟ دي قضية. بالنسبة للنظام القضائي مش في ناس ملتزمة لديها قابلية لتطبيق الشريعة بفضل الله؟ أين وجود طلب العلم؟ طلب العلم يقول لك ده مش وقته، طب ما هو طلب العلم مطلوب على الأقل لتحقيق هذا الأمر. يجي يقول لك تبص تلاقي في مجالات كتيرة جدا فيها مفاسد وفيها فتن، معلش عشان لما تقوم الدولة الإسلامية يبقى عندنا كفاءات فندقية، يبقى لازم نفتي المسلمين يشتغلوا في الفنادق، ولازم عشان يبقى عندنا كفاءات بنكية نفتي المسلمين الآن يشتغلوا في البنوك. طب عايزين يبقى عندنا كفاءات شرعية نفتي المسلمين يشتغلوا في العلم الشرعي؟ لا ده لا، يعني ده مع ان هو ده واجب باصل الشرع وما فيهوش اي مفسده، لك لما نوصل يا عم هتبقى سهله. طب اشمعنى دي لما نوصل هتبقى سهله؟
يعني ده هي دي الواجبة الآن وبعد الآن، وهي فتجد تقصير في طلب العلم. يبقى الناس هتشتغل في السينما عشان استعداد للسينما الإسلامية، وفي السياحة استعدادا للسياحة الإسلامية، وعلى علتها بما فيها من مفاسد. لكن طلب العلم عشان يبقى عندنا مفتين وقضاء، يقول لك اللي هي ده كفاية واحد في الأمة، كفاية القرضاوي هو المجتهد الأوحد في الأمة، هو يجتهد ويفتي ويعلم الناس. وبعدين تبص تلاقي طب القرضاوي فتن وصار غربي أكثر من الغربيين، طب يبقى ايه الحل؟ الأمة تفسد؟ اهو ده اللي حصل. فهو عنده كفاية واحد في الأمة، اتنين دول كتير قوي، كتير قوي على الأمة. فدي قضية في غاية الخطورة. لا، العملية ان هو مفروض الآن اذا كان من يعظم قضية تطبيق الشريعة، طب علم من اوجد طلبة العلم القادرين على الفصل بين الناس في الخصومات، القادرين على الفصل بين الناس في الخصومات، فيدعو الناس الى التحاكم بكتاب الله. يبقى فعلا احنا هنا نستحق. والانسان لما يعمل كل ياخذ بما في يده من اسباب يرزقه الله عز وجل غيرها، لكن يبقى بيضيع اللي في ايده وبعدين يقول اصل انا معيش اسباب، فاذا هذا لا يستاهل غيره. فالقضيه انه يجب على يعني اهل العلم واهل الدعوه الى الله ابتداء ان يضعوا من اهم اولوياتهم وجود طلبة العلم القادرين على الفصل في الخصومات بيننا. لو قدرنا نوجد المجتهدين احنا مش هنخجل من ان احنا نقول ده المقصود، لان شرعا انت بتقول النظام القضائي في الاسلام. طب النظام القضائي في الاسلام بيقول لك القاضي لازم يكون مجتهد. النظام الوضعي عندك الان في الموجود مش عارف كام الف قاضي مش مكفيين. طب انت هتجيب منين كام الف مجتهد؟ يقول لك لما نوصل هيحلها ربنا. طب يبقى اذا القضيه كون ان طلبه العلم يعني ما فيش منهم حد وصل لمرتبه الاجتهاد، ده تقصير بلا شك. نحن نحتاج ان احنا نضع نصب اعين كل من يسلك طريق طلب العلم انه لازم لا يعني يقنع بدون الاجتهاد، بدون مرتبه الاجتهاد. مش ان هو يدعيها برضه، دي مساله تقول له ما تقنعش دونها، يعني اقعد اجتهد اتعلم 10 سنين 20 سنه 30 سنه الى ان تستجمع ادوات الاجتهاد، مش اتعلم سنه اثنين وبعدين ينصب نفسه مجتهد، ما دي افه اخرى. لكن القضيه ان مش ان اللي اتعلم قدر يقدر يدعو به الى الله يقنع بذلك، ده قدر خلاص. انت هنا ما هو العلم عايزينه لحاجات كتيره، في علم عايزينه للعباده الشخصيه، ده فرض عين على كل واحد يعرف ازاي يعبد الله تبارك وتعالى. علم محتاجينه للدعوه، واحد يعرف لما يطلع يكلم الناس يرغبهم في العباده، مش كل واحد هيبقى عارف كده. طب ازاي يبقى في داعيه وغايه ما هنالك يقول للناس صلت الصلاه فرض؟ والله خير، لكن مش هي دي اللي هتحرك قلوب الناس. الناس عايزين واحد يرغبهم في الصلاه ويبين لهم فضلها ويراهبهم من تركها، ويعني يذلل طرق وعقبات التي يضعها الشيطان امامهم، ناهيك عن مسائل اخرى كثيره يعني اصعب من هذا من شبهات. اذا محتاجين في درجه علم عشان يبقى واحد بيعرف يدعو، محتاج درجه علم معينه. عشان واحد يقضي بين الناس في خصوماتهم محتاج درجه علم معينه. عشان يبتدي ان هو يقضي بين الناس في كل ما يطرح عليه من حوادث، مش ان هو بيقضي في الحاجات المشهوره المعروفه، طبعا عايز يصل لمرتبه الاجتهاد. فاذا كل طلبه العلم لن يكفي، كل طلبه العلم موجودين الان، وبالتالي تعرف ان احنا واقعنا بعيد جدا عن التمكين فعلا. ده لماذا؟ ليس لدينا مؤهلات. تقول للناس طبق الشريعه وبعدين تطلع ناس جهال يفتوا الناس. فالله تبارك وتعالى من رحمته ان هو بيطيل يعني امد هذه القضيه. فاذا يجب دعوه الناس الى ان يتحاكموا الى كتاب الله تبارك وتعالى، ويجب توفير من لديهم الاهليه للقضاء بين الناس في خصوماتهم. الان احنا احنا بنعيب على الاخرين ان هم ما خدوش خطوات في هذا الطريق. طب احنا الخطوات محدوده برضه، لذلك تجد اللي بيعلم الناس هو اللي بيقضي بين الخصومات، هو اللي بيرد على اهل الباطل، فتجد هناك استنزاف للطاقات، طاقات محدوده جدا هي اللي بتخدم في هذا الجانب كله. ليه؟ لان احنا صحيح اتكلمنا على طلب العلم لكن معظم الناس بيقنع بالدرجه التي تمكنه من الدعوه. اول ما يتعلم ما يمكنه من الدعوه تجد استنزف تماما وتوقف عن طلب العلم،
فبقى في مجالات ما بيقومش بها غير عدد محدود جدا من الناس داخل يعني هذه الدعوة، فأصبح هناك تعطيل بلا شك لما يبقى واحد هو اللي هيبحث المسائل الجديدة، هو اللي هيقدم الناس في الخصومات حتى الخصومات المتكررة المعروف حكمها، وهو اللي هيفتي الناس، وتجد ان هذا امر نحن نشكو منه، نشكو بان اللي بيسلك طريق طلب العلم وقف قمع عند تاني محطة على طول، يعني مجرد ما حصل قدر من العلم يمكنه ان يدعو عامة الناس ويبين لهم دين الله تبارك وتعالى، تجد ان هو توقف عند هذا، وهذا مما ينبغي ان ينتبه اليه. المسألة الثانية، مش كل المسائل بيبقى الطرفين ملتزمين بدين الله تبارك وتعالى، فعلى لو في طرف ملتزم ينبغي ان يدعو خصمه ويبين له خطورة التحاكم الى غير شرع الله، ويدعو الى ان يحكموا بينهم من يحكم بينهم بكتاب الله. اللي يجد اثنين بينهم خصومة وغير منتبهين الى هذه القضية ايضا يجب عليه ان ينصحهم ان يتحاكم الى كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا كل انحراف عن شرع الله فهو فساد وافساد في الارض، ولكن ده بيتضح في بعض الابواب دون البعض الاخر، يعني في يعني ابواب بيبقى الامر بيبقى الاثر السلبي لعدم تطبيق شرع الله واضح لكل ذي عيان. لما بنقول مثلا التبرج مفسدة، الناس مش شايفاها قوي لان محتاجة تأمل شوية، تشوف الاموال اللي بتنفق على التبرج، تشوف الفتنة اللي بتحصل للشباب، تشوف الاعتداء اللي بيحصل على المتبرجات من حيث الجملة، تشوف ظاهرة العنوسة انها تعتبر يعني نتيجة بصورة او باخرى لظاهرة التبرج، هتلاقي لكن ده محتاج تأمل شوية. فكل انحراف عن شرع الله له مفاسد، احيانا تبقى باينة قوي واحيانا تبقى محتاجة بعض التأمل. تلاقي الابواب اللي فيها انحراف عن شرع الله واضح لكل ذي عيان، كل الناس حتى غير الملتزمين يقول لك في المسائل دي نروح لتحكيم الشرع. مسائل النزاعات والخصومات تلاقي الناس تطلب من يحكم بينهم بكتاب الله. طبعا من اكثر المواطن الخلل في القانون الوضعي مسألة ان القاتل عندهم، الشرع بيقول ان القاتل عمدا يقتل. هم قالوا لا، القاتل عمدا لا يقتل الا في حالة، الا اذا كان قتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد. وده من الافات اللي طبعا القانون الفرنسي عموما روحه العامة تعظيم الحريات. وقلنا ان هم قالوا حريتك تنتهي عند بداية حرية غيرك، ولكنهم جاروا جدا، فقالوا احنا انسان نفس معصومة نفس محترمة، امتى نأمر بقتلها؟ لما يبقى تأكدنا 1000% ان هو يعني اعتدى على نفس غيره. وبعض القوانين الاوروبية لغت عقوبة الاعدام نهائيا، حتى ما في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد خلوها السجن مدى الحياة. ودي ضغوط الان من حركات حقوق الانسان العالمية على بلاد المسلمين ان هم يلغوا عقوبة الاعدام. انا بتقولوا هم خلوا القتل ما يبقاش القاتل لا يقتل الا اذا قتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد. يعني لو اثنين ضارت بينهما مشاجرة فقاتل احدهما الاخر عمدا، يعني هو تعمد انه يطلع المسدس من جيبه ويضربه في قلبه، ده كده لا يقتل. ليه؟ لانه عمد بس مش مع سبق الاصرار والترصد. فيحصل من هذا ان اي واحد عايز يقتل واحد، اولا الحالة دي في حد ذاتها ظلم، ناهيك انها اوجدت باب للتحايل، ان اي واحد عايز يقتل واحد يفتعل مشاجرة معاه وبعدين يقتله، ويبقى فيه في واقع الامر اصرار وترصد، ولكن ظاهر الحال انها مشاجرة. طبعا ناهيك ان مسألة تقصد الجريمة، القاعدة القانونية بتقول ان عقوبة السجن تسمح بانها تقصد، يعني لو ان واحد قاتل عمد بدون سبق اصرار وترصد عقوبته عندهم السجن 25 سنة. لو 5 اشتركوا اتعاركوا مع واحد، فلما غضبوا عليه في العركة بدا لهم ان يقتلوه فتعمدوا انهم يقتلوه، واحد مسكوا والتاني كتفوا والاخر ذبحوا، بقوا 5 قاتلين عمدا بس بدون اصرار وترصد، يبقى كل واحد منهم ياخد 5 سنين.
أو 7 سنين أو حسب القاضي بيوزعها كده، يعني اللي ذبح بالسكينة ممكن ياخد 15 ياخد 10 وبعدين يطلع بعد تلتين المدة، لأن القاتل ممكن يطلع بعد تلتين المدة لكن المتطرفين لا، لازم ياخد المدة كاملة. المجرم ممكن يطلع بعد التلتين لو حسن سير وسلوك، وبعد نص المدة في المناسبات لو شملوا القرار، لكن المتطرفين لا يشملوا لا النص ولا التلتين. أحد الإخوة من بتوع الاتجاهات السياسية رفع قضية في موضوع التلتين ده وكسبها، وبعدين رفع واحدة تانية عن النص، طبعا هم بيروحوا كتير فيهمهم الموضوع ده. المهم يعني ان ممكن بعد كده يطلع بعد تلتين المدة، او ذلك تجد المجرمين اول ما يتحكم عليه حكم بالسجن كذا سنة يقول لك يا عم دي سجن سنة السجن 8 شهور، ما هو يعني قلما ان حد يكمل المدة كاملة. التلتين ده غالبا بيصيب معظم الناس، فمن هنا الواجب. فالقضية هنا ان ده يجعل أولياء القتيل يثوروا جدا، ويعني الشرع اعتبر هنا أن ده أولا جريمة في حق أولياء القتيل، هم اعتبروها جريمة في حق المجتمع كما يقولون، والعقوبة بقت مش القتل، فنشأت عادة الثأر. تلاقي أن الأجهزة التنفيذية نفسها اللي في حوادث القتل تمتنع من إحالة الأمر للنيابة، تقعد تلح على الطرفين ان يحلوها الى مجلس قضاء عرفي شرعي، المجلس القضاء العرفي الشرعي، لان هو ده اللي لقوه بيحسم موارد النزاع. وبعدين يعني الكلام ده بيتم في اماكن كتيرة جدا، لجان فض منازعات شرعية، وبيأتي لها الناس في الخصومات المالية وغيرها، لا سيما في مسائل الدماء ومسائل، فتجد ان ممكن الاجهزة التنفيذية نفسها تحيل عليها اعترافا منه بان هذا هو الذي يحسم مادة النزاع. وبعدين يعني عند اللزوم قد يعني يبتلى يعني اعضاء هذه اللجان بانهم خارجين عن القانون، فيعني يعاقبوا من اجل هذا، مفيش يعني هذه قضية اخرى. فالمقصود هنا ان لابد من يعني إيجاد الدعوة إلى التحاكم إلى شرع الله. طبعا لو إن المفسدة قائمة الأمر يعني ما أمكن، بمعنى إن وجود في كل مسجد من يعني يفتي الناس على الأقل في مسائل النزاعات المالية أو غيرها أمر مطلوب جدا، وجود من يحل مشاكل الدماء وغيرها متى تيسر هذا، لو الضرر متوقع في الجملة ما فيش إشكال، يعني إن هو ممكن كل كام سنة لما يجوا يدوروا لكل واحد على مخالفاته أي حجة من باب يعني أنت عكرت علي الماء، الذئب يقول للحمل أنت يعني إيه عكرت علي الماء، قال منذ متى، قال منذ عام، قال لم أكن قد ولدت، قال إذن فأبوك فأكله. فإذا المسألة ممكن يجي يقول لك أنت بقالك 5 سنين يعني تدعو إلى يعني ازدراء القوانين وتدعو الناس إلى يعني تطبيق غيرها، ما فيش إشكال، يعني الضرر المتوقع في الجملة محتمل، لكن الضرر المتيقن أو ظن راجح إنه هو إذا قضى في مسألة حصل ضرر، ما يبقاش عشان مسألة واحدة تقف الدعوة أو غيرها. يعني ذلك بنقول المسألة مدارها على القدرة وعلى المصلحة والمفسدة قدر الإمكان، أن يوجد من يقضي بين الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. يقول ومع زيادة الإيمان يزداد من يطبقون هذا ويلتزمون به من أنفسهم، وعليهم جميعا أن يطبقوا كل ما يقدرون عليه من الأحكام في ضوء قاعدة المصلحة والمفسدة المرعية شرعا، وما عجزوا عنه فلا يكلفون به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى كل حال فالمسلم حين يدعو إلى التحاكم الشرع دون غيره فقد خرج عن حكم الرضا بحكم الطاغوت. فإذا أوقف مضطرا، دي حالة تانية، احنا بنقول ابتداء المسلم يحكم، وإذا كان حكما ويدعو خصمه إن كان متحاكما إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، فإن أوقف مضطرا دي لها صورتين. الصورة ان هو خصمه هو اللي يروح يعني يقيم دعوة امام المحاكم الوضعية،
أو أن خصمه يمتنع عن الحضور إلى المحاكم، إلى الحكم الشرعي، ولا يوجد من لديه قدرة على استفاء الحق إلا هذه المحاكم. فإذا أوقف مضطرا أمام هذه المحاكم أو لم يجد وسيلة لانتزاع حقه الشرعي إلا من خلالها، فعليه أن يدعوهم ويأمرهم أن يحكموا له بحقه الشرعي فقط الذي علمه من أهل العلم، لا ما يزعمونه حقا في قانونهم. وكذلك من ترافع أمام هذه المحاكم لدفع الظلم عن مسلم أو رفعه فعليه أن يطلب مثل ذلك، ومن يطلب هذا الحق لنفسه أو لغيره من المسلمين فلا جناح عليه مهما كان المطلوب منه، فإنه لم يأمر إلا بمعروف. إذا هنا ممكن يقف أمام هذه المحاكم ويطلب يعني حقه الشرعي في هذه المسألة. يقول وإليك ما ذكره الأئمة في مسألة التحاكم. هنا من ضمن الوقائع التي يجدر أن تذكر هنا، لأن اتجاهات التكفير والتوقف والقضيين بيعتبروا أن الناس الذي لم يكن معها ومع غيرها خصومة ان هم راضين بالحكم الوضعي. لماذا يقولك كده؟ هم راضين لانهم لم ينكروا. ناهيك انه يقف مرة امامها، بينما هو نفسه ممكن يقف امامها. يعني اذا ما ابتلي واعتدي على حريتي او سجن، ممكن يجعل محامي يطلب الافراج عنه او غير هذا، وبعضهم بيحرم هذا ويعتبره كفر. القضية هنا ان الاستاذ سيد قطب رحمه الله، وقد ذكرنا غير ما مرة يعني ما له وما عليه، ولكن عموما الكلام ده هم ينسبونه اليه، وقلنا ان الناس مختلفة اذا كان هذا الكلام هو كان يعني منه ما فهموه او كان يعني منه ايه امر اخر. ولكن ثبت ان هو يعني رفع دعوة مبتدئا، مش ان حد رفع عليه دعوة وهو ايه يعني راح وقف، يعني من ضمن ان هو كان رفع دعوة مبتدئا عندما تم القبض على بعض ذويه قبل ان يقبض عليه هو مؤخرا وفي نهاية المطاف ويعدم عفى الله عنه وغفر له. فهنا القضية ان الوقوف، سواء ان الخصم هو اللي يذهب لهذه المحاكم او ان يبقى الخصم يمتنع عن الحق الشرعي والانسان يقف امامها يطالبها بان تمكنه من حق الشرعي، لا اشكال في هذا. يقول واليك ما ذكره الائمة في مسألة التحاكم الى اهل العلم المجتهدين والتزام احكامهم عند العجز عن التحاكم الى القاضي الشرعي المعين من الخليفة المسلم. يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وكذلك قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد. فقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، وقوله: إلا تنفروا يعذبكم، ونحو ذلك فرض على الكفاية. يعني شيخ الإسلام بيقرر هنا قاعدة أن الخطاب الشرعي خطاب للمجموع في مسائل فروض الكفايات كإقامة الحدود والدعوة إلى الله وإقامة الجهاد، فالمخاطب أصلا الأمة والإمام نائب عنها. طب هو بيستفيد إيه من تقرير هذه القاعدة؟ ما هيرجع تاني إن الأمر إيه منوط بالإمام، لكن وعايز يقرر إن الأصل الخطاب للأمة والإمام نائب عنها، لأن دي أتم الحالات وأكملها. طب لو عجز عنها، ما نقولش ان الامام مخاطب والامام مش موجود يبقى الخطاب فقط، لا، ده الخطاب اصلا موجه الى الايه، الى الامة، والامام نائب. اذا غاب هذا النائب وعجز عن اتمام الامر على اكمل الاحوال فلا اقل من ان يتم بالصورة الممكنة متى امكن. لو كان لا يمكن اي جزء منها
فحينئذ تسقط. يقول ونحو ذلك من الآيات، يعني هو ذكر لنا نماذج من الآيات كلها مظرها على أن الخطاب بفروض الكفايات من الله عز وجل للأمة. قال وهو فرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان، دي القدرة في تمامها وكمالها. يقول فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، كذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم. وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه هو، إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. يقول وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، يعني بيقول لك قول العلماء إن الأمر منوط بالسلطان ونوابه، ده إذا كانوا عندهم قدرة، لأن ممكن أحيانا يكون سلطان أشبه بالسلطان المخلوع، كما كان سلاطين الدولة العباسية في من بعد غزو التتار إلى يعني العصر الحديث، لأن ظلت بعد عصر التتار دولة المماليك الخلافة إثنيا خلافة عباسية، وكان ينصب خليفة عباسي ويبايع له ولكن ما حدش يسمع اسمه، يعني كل الحروب اللي تمت بعد ذلك مع التتار والصليبيين كان تسمع اسم قائد الجند، وكانوا من المماليك، قادة الجند كانوا من المماليك، بينما يوجد خليفة عباسي، وهذا من يعني قدر من التقوى، لأن الأئمة من قريش ما بقي في الأرض اثنان، فلما صار المماليك هم أهل القوة والشوكة لم يستأثروا بالأمر، بل وضعوا خليفة عباسي حتى وإن كان ضعيفا حتى لا يكونوا قد وقعوا في اسم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقيت دولة المماليك فترة كبيرة أطول مما بقيت دولة العثمانيين، لأن دولة العثمانيين لم يحرصوا على أن يجدوا خليفة قرش، إنما جعلوا أمر الخلافة إليهم، المماليك جعلوا أمر الإمارة إليهم مش الخلافة، العثمانيين جعلوا أمر الخلافة إليهم. ومن ثم رغم أن الدولة العثمانية بدأت في أول عهدها قوية، إلا أنها كان من أول ما وقعوا فيه من المخالفات أنهم يعني لم يحرصوا على أن يبحثوا عن خليفة قرشي، ثم بدأ الأمر يكون أسوأ بنشرهم للصوفية ومحاربتهم للسنة إلى غير ذلك. فبيقول هنا طب السلطان ونوابه ده إذا كانوا قادرين وفاعلين بالعدل، ما ممكن يكون قادر بس الفسق أو فجور يترك فعل الخير ويترك تعقب الشر. قال كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر، فإن كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجد تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان في ذلك فساد من ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم. طبعا النقل ده عن شيخ الإسلام
هو أصل المسألة أخرى ليس هذا مجال تفصيلها، وهي قضية التي يصطلح عليها المعاصرون بعنوان العمل الجماعي، لأن دي برضو يعني نفس استمرار لنفس الحرب الفكرية الدائرة بين الإفراط والتفريط، بين الجماعات التي غلت في قضية الحاكمية من إخوان أو قطبية أو سرورية، وبين الجماعات التي جافت فيها قد يسمون بأسماء متعددة كما ذكرنا أيضا قضية العمل الجماعي، وكأن هؤلاء رأوا أن مفاسد الحركات السياسية أو الجهادية مبناها على أن هم منظمين أو أن لديهم عمل جماعي. ويبدو أن الآفة دي انتقلت حتى للعلمانيين، يعني العلمانيين الآن لا أدري يعني لما يجوا يبرروا هزيمتهم أمام الإسلاميين السياسيين يقول لك أصل دول منظمين جدا، فلا أدري يعني دي يعني يذكروها في مجال المدح ولا الذم، يعني القضية في قدر من الخلل، يعني النظر على الساحة في الواقع يجد عجب عجاب، يعني الناس يعني طاشت عقولها، يعني يجي حد يهزم في معركة سياسية، طبعا احنا بس نوع من الثقافة السياسية وان كنا لسنا من اهلها، ولكن يعني ان اللي يهزم في هذا الامر يعلل الامر بالتنظيم، طب ما هو اذا كان هو ده لب العمل السياسي، يعني المفروض ان اي اتجاه سياسي غرضه في النهاية ان هو يقول لك استدور عايزين يوصلوا للحكم، وان ان لا نولي الامر من طلبه، طب هي الديمقراطية بتاعتكم كده، يعني هي الديمقراطية قائمة على تداول السلطة، وإن المفروض كل حزب غرضه في النهاية الحزب اللي مش غرضه يوصل للسلطة بقاش حزب، يعني ممكن يعني لو تيجي تمشيها بالمعايير الإسلامية الأمر قد يحتمل، ولكن ما هواش برضه بالصورة دي، يقول لك أصل دول منظمين، طب ده بيعيبهم بهذا أم يمدحهم أم ماذا، فهم منظمين ده دليل إن هم عندهم مقومات الحزب وإن كان هم مش حزب، في الوقت هم استكملوا سائر مقومات الحزب، يعني هو كان عندهم النظام وعندهم كان فاضل بس ان هم يقبلوا بالقواعد العلمانية قبلوها، فخلاص يعني هم كده في الواقع، ولكن على الاقل بقى قبل ما يبقوا حزب 100% لما كانوا درجة من الدرجات كان عندهم نظام يمدحوا عليه من حيث الاصل، مش ان هو ده عيب في ذاته، فبعض الاسلاميين ظن ان المفاسد جاية من النظام مش جاية من الفكرة التي تعاونوا عليها، يقول لك المفسدة جاية من التعاون، لا ده كلام خلل في غاية، يعني ناس تعاونوا على عمل ما فأنجزوه، العمل ده لو حسن فيبقى التعاون عليه حسن، العمل ده لو سيء يبقى التعاون عليه سيء، أما نيجي يقضح في التعاون كأصل ولذلك نشأ ناس قال لك اللي بيعملوا مفاسد وبيخرجوا عن حكام دول ايه مشكلتهم أصلهم منظمين ومتعاونين، يبقى احنا نحرم التعاون والنظام حتى ولو على نصر الحق حتى ولو على نصر السنة، وطبعا ده كلام متناقض في ذاته لدرجة ان اصحابه ما استطاعوش يوفوا بيه، لا لازم يجي في مسائل ويحصل تعاون على الاقل في نشر مبادئهم وافكارهم، ولكن صار اصحاب القول بتحريم العمل الجماعي لا حجة لهم تقريبا الا لان ده بتاع الناس السياسيين وبتاع الناس الحزبيين وبتاع الناس اللي بيعملوا مفاسد نحو هذا، طب انت ايه البديل عندك؟ البديل يعني الصورة مشوهة، لا هي فردية كاملة لانه ما يقدرش يقول فردية كاملة، ولا هي تعاون منظم مثمر لنشر افكاره التي يريدها، والآفة انه بعد ما يقرر رأي، ودي آفة اخرى ان يجي حد يقرر رأي لحسابات معينة وبعدين يحاول يستخرج له ادلة، فقال لك لا ده المسألة انه لا يجوز شرعا لانه ده افتئات على حق الامام وفروض الكفايات يطالب بها الامام، نرد عليهم بكلام ابن تيمية وبواقعهم، طب ما تصليش جمعة بقى، ما هو الامام لازم هو اللي يجيب لك خطيب الجمعة والامام مش هيجيب، ويوم ما يجيب هيجيب لك واحد بيدعو الى شرك القبور، ما هو اصل دول ايه اللي فاضل لهم من السلفية ومن التوحيد، الرد على 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 اهل شرك القبور، نقولهم طيب انت الان لما تقول الجمعة من جملة فروض الكفايات لو انت ملتزم بان هو لا تتم الا باذن الامام وانت طرأيت انك تجعل هذا اماما، طيب هو مش هيجيب لك خطيب اصلا، هتترك الجمعة
او هيجيب لك خطيب بيدعو الى تعظيم القبور والطواف حولها ونحو هذا. طب هتقول لا الجمعة ممكن ان احنا نرتبها احنا وصلاة الجماعة والاذان. طب اشمعنى؟ طب خلاص ما ايه اللي فاضل؟ ماذا باقية من ألف؟ فاذا القضية مش ان التعاون على البر والتقوى هو اللي مذموم او هو اللي جاب مفاسد. ده المفاسد من المبدأ الذي تعاون عليه البعض، مبدأ العمل السياسي اللي فيه مفاسد من المداهنة ومن الاسترضاء العلمانيين وغيرهم، مبدأ التعاون على إنكار منكر بدون وجود ضوابطه. فإذا زي ما أهل الباطل المحض بيتعاونوا عليه، فالقضية مش هنعذم التعاون ذاته. والتعاون يقولك ماشي تعاون بس بدون نظام، كلام يعني لا يقبل عقلا ناهيك عن يقبل شرعا. لان التعاون مدام ناس، الحديث بيقول اذا كنتم لا يحل لثلاثة يكونون بفلاء الا امروا عليهم احدهم، ده دول لا مصلحة عامة ولا ده ثلاثة في سفر ايه اللي ممكن يحصل؟ اقصاها يختلفوا في طريق ينزلوا يستريحوا دلوقتي ولا يواصلوا السير. ومع ذلك يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمروا عليهم احدهم لكي تجتمع كلمتهم، لما يبقوا اثنين يقال لهم تطاوعا ولا تختلفوا. الاثنين امرهم هين، الثلاثة ممكن ينشأ في وقت ثلاث اراء، يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ يقول لك ده في السفر، يعني سبحان الله ده من باب اولى. دول ثلاثة كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في السفر، في اجتماع القليل العارض، يعني عددهم ثلاثة واجتماع سفر وينتهي، فما بال الاجتماع الكثير المستقر. ودي مصالح شخصية، ما بالك بالمصالح الشرعية العليا. يبقى إذن لو إذا قلنا باجتماع فلا بد من وجود نظام لهذا. لما أقولك أصل في مفسدة نقول له المفسدة تقدر بخبرها، يبقى ما تقولش بدعة وما تقولش حرام وما تقولش إن ده طريقة، قول لا في مفسدة تبحث، وغالبا بتبقى المفسدة متوهمة. او انما لو كانت موجودة نحن ممكن احيانا نضطر فعلا الى تقليص دائرة التعاون الى ادنى، او دائرة التنسيق والترتيب الى اقل درجاتها، احيانا بنضطر لهذا. ولكن ديانة بنقول ان ينبغي على اهل السنة ان يتعاونوا فيما بينهم، وان يمتثلوا اشارة علمائهم في يعني نشر منهجهم والقيام بما يستطيعون من فروض الكفايات. هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من أوفى النقول في هذه المسألة، ويوجد نقول أخرى يعني تراجع في بحث العمل الجماعي. أيضا من أوفى النقول في المسألة نقل إمام الحرمين في هذه المسألة في كتاب غياث الأمم، وهو كتاب يعني من أجمع الكتب التي تناولت قضية الخلافة وشروطها ومهامها وكيفية إدارة الدولة الإسلامية. وثم كان في فصل في فرض خلو الزمان عن إمام، وهذا بنحتاجه طبعا جدا، والنقل اللي بينقله هنا في خلاصة هذا الفصل. يقول: قال إمام الحرمين الجويني في غياث الأمم بعد أن فرض خلو الزمان من الإمام، ثم عن الكفاة ذوي الدراية أو كون ذي الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما لعدم اعتضاده بعدة واستعداد وشوكة فلا تثبت له الإمامة، يعني مفيش إمام وما عرفوش يحطوا إمام لعدم وجود من مستجمع للشروط، أو المستجمع للشروط النظرية معهوش شوكة، يعني الحاصل مفيش. يقول: فكيف يجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات؟ فنقول: أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستفاء القصاص في النفس والطرف فتولاه الناس عند خلو الدهر، ولو ساع عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نقد الطرق والسعاة في الأرض بالفساد، فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما ينهى أحد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام، فإذا خلي الزمان عن السلطان وجب البذار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان،
ونهينا الرعاية عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحساس على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع وأدفع للتنافس وأجمع لشتات الرأي. وفي تمليك الرعاية أمور الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ينكره ذو العقل، وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلذون به، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتضرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد، وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على أقرب الجهات. وقد قال العلماء: لو خلي الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلد وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إطلال الواقعات، ولو انتدب جماعة في قيام الإمام للغزوات وأوغلوا في مواطن المخافات تعين عليهم أن ينصبوا من يرجعون إلى رأي كغزوة إيه؟ كغزوة مؤتة، وهي أصل في هذا الأمر. طبعا البعض يقول لك أصل دي كانت في وجود الإمام فلا يحتج بها في غياب الكل، مع أن ده برضو زي ما قلنا في حديث الثلاثة في السفر من باب أولى، ده ناس في غزوة والإمام موجود، يعني كان غاية المفسدة اللي هتحصل أنهم يرجعوا تاني إلى الإمام يعين لهم قائد للغزوة، فمفسدة يسيرة، بخلاف ما لو قيل في غياب الإمام تبقى المفسدة عامة لا يمكن تداركها. ومع ذلك لم يرضوا بهذه المفسدة، وإنما اجتهدوا فنصبوا عليهم أحدهم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعاب على من لم يفعل هذا حينما أرسل سرية فسحلت قائدهم دبته، يعني وقع تحت الدبة فمات فرجعوا، فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبهم وقال: أعجزتم إذ أمرت عليكم رجلا فلم يمضي بكم إلى ما أمرتكم به أن تؤمروا عليكم رجلا فيمضي بكم إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا بيستدل على هذا الأمر بتلك الواقعة أو بالإشارة إليها، يقول: ولو انتدب جماعة في قيام الإمام للغزوات وأوغلوا في مواطن المخافات تعين عليهم أن ينصبوا من يرجعون إلى رأي، إذ لو لم يفعلوا ذلك تهووا في ورطاء المخافات ولم يستمروا في شيء من الحالات. ومما يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاة كتزويج الأيام والقيام بأموال الأيتام، فأقول: ذهب بعض أئمة الفقه إلى أن ما يتعلق بالولاية تزويج الأيام، فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطوائف من العلماء أن الحرة البالغة العاقلة لا تزوج نفسها، فإن كان لها ولي زوجها. طبعا يعني تخصيص الشافعي بالترضي عنه نوع من الغلو، الإمام الجويني شافعي، ويعني نسن بكل طبقة سنة واحدة. طبعا الترضي دعاء يجوز على المؤمنين، ولكن جرت عادة العلماء أن بيخص الصحابة بالترضي ومن بعدهم بالترحم، فيعني حتى لا يكون هناك نوع من الغلو في شخص دون آخر، فالذي ينبغي أن يكون أن يسن سنة واحدة بأهل كل طبقة، كما أن الشيعة الزيدية، الشيعة عموما يخصون علي رضي الله عنه بالتسليم، وقد جرت سنة العلماء أن يسلمون على الأنبياء ويترضون عن الصحابة. وبعض العلماء كالشوكاني والصنعاني لما رجع لمذهب أهل السنة أبقي عادة التسليم على علي رضي الله عنه، وهي تزرع بذرة الغلو، لأن سمعنا بتخص أو دعاء ويجوز على كل أحد، ولكن لماذا تخصه؟ فنقول: فمذهب الشافعي رحمه الله وطوائف من العلماء أن الحرة البالغة العاقلة لا تزوج نفسها، فإن كان لها ولي زوجها، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يكن لها ولي حاضر وصغر الزمان عن السلطان، احنا في وجود احنا بنقول يا الولي يا السلطان ولي من لا ولي له، طب ما فيش لا ولي ولا سلطان، يبقى يزوجها أهل العلم والفضل. يقول: فنعلم قطعا أن حسم باب النكاح محال في الشريعة، ومن أبدى في ذلك تشككا فليس على بصيرة بوضع الشرع، والمصير إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب،
كما سيأتي القول في ذلك في الركن الأخير في الكتاب إن شاء الله عز وجل في كتابه يعني، وهذا مقطوع به لا مراء فيه، فليقطع النظر وراء ذلك في تفصيل التزويج. فأقول إن كان في الزمان عالم يتعين الرجوع إليه في تفاصيل النقد والإبرام ومآخذ الأحكام، فهو الذي يتولى المناكح التي كانت يتولاها السلطان إذا كان. وقد اختلف دي قضية يعني، بقول لك هنا في أمر التزويج من لا ولي لها يرجع فيه إلى عالم الزمان. أيضا مسألة التحكيم، يقول قد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أن من حكم مجتهدا في زمان قيام الإمام بأحكام أهل الإسلام فهل ينفذ ما حكم به المحكم؟ فأحد قوليه وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن ينفذ من حكم ما ينفذ من حكم القاضي. يبقى هنا بيقول إن في زمن تطبيق الشريعة وجود قاضي يحكم بالشرع، ممكن خصمين يقولوا لا طب احنا عايزين نتحاكم إلى فلان، طب راحوا تحاكموا إلى فلان وبعدين واحد منهم راح للقاضي، القاضي عرف إن هم اتفق على محكم وإن إن هذا المحكم حكم في القضية. هنا الشافعي قال في أحد قوليه، وأبو حنيفة قال القاضي المعين من قبل الإمام ما ينفعش ينظر في المسألة تاني، هم راحوا لمحكم وده أمر يسعهم شرعا إن هم يسألوا أهل الذكر، يبقى ما ينفعش واحد يتحايل على هذا الأمر بعد إذ كان ويروح للقاضي. فيقول كان فيها خلاف، الشافعي له قولين في المسألة، أحدهم إن ينفذ قول المحكم ويجب على القاضي إمضاؤه وهو قول أبي حنيف. يقول ومذهب فالشافعي في أحد قوليه وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة أن ينفذ من حكم ما ينفذ من حكم القاضي الذي يتولى منصبه من تولية الإمام، وهذا قول مجتهد في القياس، لست أرى الإطالة بذكر توجيهه، وغرضي منه إذا انقضح المصير إلى تنفيذ أمر محكم من المفتين في استمرار الإمامة واضطراد الولاية والزعامة مع تردد، يعني المسألة كانت محتملة للاجتهاد ويعني بحثها العلماء فكان مع تردد وتحر واجتهاد وتآخي، بيقول المسألة كانت مشتهية كانت خلافية، يقول فإذا خلي الزمان وتحقق موجب الشرع على القطع والبت واستحالة تعطيل المناكح، فالذي كان نفوذه من أمر المحكم مجتهدا فيه في قيام الإمام يصير مقطوعا به في شهور الأيام. يعني أقول كان في خلاف في المسألة في حالة وجود الإمام يبقى من باب أولى، في حالة غيابه يجب أن يرتفع الخلاف، وإنه أي عالم ينظر في المسألة لابد أن يقول يصري حكم المحكم. يقول هذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى علمه ويجب اتباع حكمه. بعد كده بيقول طب ما الإناث عالم فرض مسألة نظرية جدا إن كيف يجتهد كل إنسان لنفسه، ولو وجد من يعرف يعني أن يتعلم القواعد اللي هو قالها ما كان هيبقى فيه عالم أكيد. فلذلك المهم اللي يعنينا هنا ما ذكروا إن في حالة وجود عالم يجب الرجوع إليه وامتثال أوامري في أمر الولايات وأمر المناكح، ويجب امتثال حكمي في أمر النزاع والقضاء، وكما ذكرنا هذا أصل للقضية التي أصلنا لها قضية العرض بالجهل. بذلك ينتهي ما ذكروا في فضل علي الحميد فيما يتعلق بقضية الحكم، وبقي أنه يتكلم على قضية العرض بالجهل وهو ألحقها بهذه القضية لوجود عبارة في هذا الباب للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب توهم عدم العذر بالجهل، ولكن قبل أن نتكلم فيها سوف نتمم القضايا التي أشرنا إلى أننا سوف نتوسع فيها إن شاء الله تبارك تعالى في تفصيل يعني أكثر نسبيا في الخلاف في قضية الحكم بين الإفراط والتفريط. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. في تفصيل يعني أكثر نسبيا في الخلاف في قضية الحكم بين الإفراط والتفريط. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.